إن أعظم من فقد وأحق من رُثي خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كان لوفاته وقع الصاعقة في نفوس صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وفي نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقد صور الشعراء عظم هذه الفاجعة في كثير من أشعارهم، يأتي في مقدمتهم شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنه في هذه القصيدة المؤثرة: بطيبات رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآية من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد. هو واضيح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. معاليم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالأي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به واره في الترب ملحد. ظللت بها أبك الرسول فأسعدت عيون، ومثلها من الجفن تسعد. تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصي النفس، فنفسي تبلد. مفجعة قد شفها فاقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. وما بالغت من كل أمر عشيره، ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد. أطالت وقوفاً تذرف العين جهدها، على طال للقبر الذي فيه يحمد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. وبورك لحد منك ضمين طيباً، عليه بناء من صفيح منضد. تهيل عليه الترب أيدي وأعين، عليه وقد غارت بذلك أسعد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية تعلوه الثرى لا يوسد. وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد واهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد. وهل عادلت يوما رزياتها لك رزيات يوم مت فيه محمد. تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغمر وينجد. يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق يطيعوه يسعد. عفو عن الزلة يقبال عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير يجود. وإن ناب أمر لم يقوموا بحمده، فمن عنده تيسر ما يتشدد. فبيناهم في نعمة الله، بينهم دليل به نهج الطريقات يقصد. عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى، حريص على أن يستقيموا ويهتدوا. عطوف عليهم ليثني جناحهم، إلى كانف يحن عليهم ويمهد. فبيناهم في ذلك النور إذ غدا، إلى نورهم سهم من الموت مقصد.
فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد. وأمسات بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبات ما كانت من الواحي تعهد. غفارا سوى معمرة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد. ومسجده فالمحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد. وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد. فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعاك يجمد. وما لك لا تبكي ندى النعمة التي على الناس منها سبغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فاقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامات يفقد. أعفى وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منهن إلى لا ينكد. وأبدال منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد. وأكرام حيا في البيوت إذا انتمى وأكرام جدا الطحيان يسود. وأمنع ذروات وأثبات في العلا دعائم عز شهقات تشيد. وأثبات فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غداة المزن فالعود أغيد. رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرة رب ممجد. تناهات وصات المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند. أقول ولا ينفى لقولي عائب من الناس إلا عزب العقل مبعد. وليس هوائي نزعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد. مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. وليس هوائي نزعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد يخلد. مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد.